خبر يا ابوي؟ ايوه يا حاج. خبر يا حاج عبد الناصر؟ الساعه 7 دلوقتي الصبح ومحدش طلع على الشغل. هنا هنلبس وهنطلع يا حاج. وزي النفورم بتاع الشغل، النفورم ده ها؟ النفورم ده تلاقيه رامينه على الارض كده. هنا هنلبس وضلك وهنطلع يا حاج. ها؟ هنطلع هنا. طب صح يا اخينا نتي عشان صح يا اخينا ده عشان الزباين الاجانب بيطلعوا الصبح بدري قدام المنطقه. قوم يا لوبي. يا لوبي. يا ابوي الصحه بتاعتكم دي؟ اصحى قوم يا حاج يا ابوي. قوم الحجة قوم. خبر ايه يا نوباي؟ يا حاج قوم يا ابوي عشان انت النهارده الورديه بتاعتك قدام منطر بلس والزبائن بيطلعوا يروحوا المعبد الصبح بدري. ما بدنا كانت وجعانة الليل كله يا حاج. ليه؟ مش عارف المعدة. يا اخي انا يعني اعمل لكم ايه تاني يا اخي؟ مش تراعوا الاكل عيشكم؟ يا عمي حاضر يا عمي حاضر والله. انتوا عمركم شفتوا معلم بيسرح شحاتين بيأمن عليهم؟ انا مأمن عليكم. يا عم الله يبارك لك يا عم، انت ايش بتقصر؟ قوم يا حاج عبد الناصر غير المفروض بتاعك كده، قوم توكل على الله. انا بس عايزك تزود لي مرتبي. اه؟ عايزك تزود لي مرتبي. اهل فالح فيه، طب انت الشهر اللي فات جبت فلوس؟ قول بس يا عم خلاص. انا ممسكك احسن ورديه شرق السكه. اه؟ عند السوق جبت فلوس انت؟ جايب لي طماطم وخيار وفايش معاك وفطير ومشلتت، مالنا بيه؟ اي حد يشحتك حاجه تقول له فلوس. طب مش من اللي بيدوه لي انا؟ وانت اللي بيدوه ليك يا اخي، ما تغلس على الزبون. غلس عليه. انت ضيق عليه شويه صح يا عم عبد الناصر. يعني احسن واحد انا بيجيب فلوس عندي عمله صعبه نوح. انت بتوقف لازم يجيب تعبك، والحاج بيتعب معانا برضه وبيدينا. ايوه الواحد يقشر وشه يعني يغلس، خش الكافيه يعني خش القهوه، خش الكافيه هو بيشرب في كوبايه القهوه. ما تخلوش يشربها، كل ما اجي احط بقه الواحد في بقه تقول له اديني لله، الله يبارك لك، الله كذا، كل ما هزلنا على الزبون كل ما هيدي. وانت خد يا دي احمد. خد تعال، انت هتمسك المحطه النهارده. تمسك المحطه النهارده انت. خلاص؟ عشان هزود لك يوميتك. يلا يا حاج عبد الناصر هالنفورم الجديد ده. لو جبت اقل من 600 جنيه النهارده هتشوف لك واحد تاني تتسول معاه. لا يا حاج عشان مش فاتحها انا تكيه. لا تمام يا حاج. عشان قلت لي يا حاج عايز لي نفورم جديد كده عشان اصعب على الناس، جبت لك النفورم ديتي يعني كده عشان يخلي شكلك بؤس. تمام؟ واللي يجيك الجنيه غلس عليه. يعني في دلوقتي خايف جنيه جايب؟ خمسات. قول له يا اخي ايه جنيه جايب وغلس كده. تمام؟ لغايه لما اجيب لكم مكان فيه ذكرت، عشان في ناس كثيره بتقول لك ايه؟ انا ما معيش فك. ما معوش فك ادفع فيزا. صح كذا يا حاج برضه. صح؟ ويريحنا. يلا كذا عشان اوزعكم. يلا العربية. يلا يا حاج. ها؟ تمام يا عم يلا يا عم. انتوا عايشين عيشة فل. الله يزيدك يا عم انا عارف. ومأمن عليكم انا. كفاية التأمين يا عم. عمرك شفت شحاتين حد مأمن عليهم في الجمهورية؟ لا يا عم. ما فيش يا حاج. كنت تحايل بالنوفر. انت على كذا انا مش المعلم بتاعك؟ صعبت علي بالشكل. يعني اقل من 10 جنيه هذا ما تاخدش من الواحد. خلاص؟ تمام يا حاج. واللي يديك فايش ويديك فطير ما تاخدوش. ماشي يا حاج. الشهر كله يا اخي جايب لي قرقوشه معاك، ايه اعمل بيه قرقوشه انا؟ انت تقول له بتعالج. وانا هغير لك المنطقه برضه. ايوه يا نوبي موديني في منطقه هو شرق السكه ما فيهاش حد رايق خالص. لا هوديك معبد حتشبسوت الشهر الجاي نشوف كمان نجرب البر الغرب. خلاص؟ خلاص يا حاج. يلا بين. يلا. يلا يا عم. يلا يا ابوي. ايوه يا حبيبي. يلا يا ابوي. هاي نجينا يا عمي. فين عبد الناصر؟ عبد الناصر اهو جاي. طب اركبوا يا ابوي عشان لحظة استباحة دي. يا مسهل يا رب، الشمس توها طالعة هي. ها؟ يا ابوي الرزق في الصبح باجي. الرزق بدري صح. يلا حاج عبد الناصر. ايوه جيتك يا حاج. ليه تأخرت؟ جيتك. ليه تأخرت؟ ما كنت بجيب لي واحدة تونكيزي وعلبة زبدو. شربتن يا حاج اصل النهار كله بلف في الشوارع وتعبان. يا اخي انت ايرادك مضروب وبتشرب زبدو؟ امال لو بجيب الفلوس انت؟ زبدو يا. اما النهار كله بلف على رجلي يا حاج انا. طب يلا اركب عشان عيشك هيتقطع معاي باين عليك. يلا يا ابوي عشان الناس رايحة السوق الصبح بدري. حاضر يا حاج. النهارده اقل من 150 ايراد يعني لو نقص عن 150 همشي عشان تشرب زبد وكويس يا اخوي. يلا كده يا نوبي. عند الونطه ننزل. خلاص حاضر. بقول لك ها. الزباين الاجانب قلوبهم وحنينه. حنينه. عايزك تغلس عليهم يعني ايه؟
دولار دولار، اورو اورو. تمام، عشان انت احسن واحد بتجيب عمله صعبه معك. خلاص تمام، خلاص انا هغلش لك عليهم وبالادب. ها وبطريقه باللطافه. خلي بالك من شرطه السياحه. خلاص حاضر، خلاص تمام، توكل على الله. ماشي، سلام يا حاج. انت احمد؟ اه حاج. انزل وراه. انت وراه؟ هتاخدها من ساحه ابو الحجاج على شارع المحطه، على المحطه ما تتحركش من المحطه. حاضر. خلاص حاضر حاضر. وغلس على الناس يا احمد. حاضر حاضر، توكل على الله. يا عبد ناصر. ايوه يا حاج. انت ايرادك مضروب الشهر اللي فات، كذا مره قلت لك انا ما تجيبش فاكهه، حد يديك طمطامه في السوق يديك خياره ما تاخدهاش، عايزين فلوسك، عشان احنا ورانا تامينات ورانا مسؤوليات، مش هنقضيها خيار وطماطم وفايش احنا. طب ما هيك انت مودي النوبي قدام المنطر يا حاج، وانا موديني قدام السوق غير للمكان. ما انا قلت لك خلاص هوديك بعد كده، هوديك المعادي. بس اصبر، غلس على الزبون يا اخي. حاضر. انت مش جايب بيوميتك وبتشرب لي زبد وكمان؟ حاضر يا حاج. يلا توكل على الله كده، ننزل على السوق النهارده. حاضر. لغايه لما نشوف لك ورديه نظيفه. كنت تحايل بانه فرم، جبت لك انه فرم غير. حاضر يا حاج. حاجه لله يا حاج. اديني حاجه لله على اليسر، على اليسر طريقك. مع انا غريب، مش من هنا، مش من البلد، ومحفظتي وقعت يا عمي. انا مش معي فلوس انا افكر حاليا. والله انا ما من ناس قليله، انا من عيله بس الظروف مره بها يعني. طب مش معي فلوس انا حاليا. طب معك فيزا كارت؟ معي فيزا كارت. الدهاني لو سمحت. اخذ كم منها هاي؟ اللي يكفيه. بارك الله فيك، اخذ 700 عشان بس توصلني. ورب اجعلها في ميزان حسناتك. معليش يا حاج، تقلت عليها. حاج حاج. ايه ايه جابك بدري؟ هذه ورديتك خلصتش؟ ليه ورديتك لسه ما خلصت؟ ايه جابك بدري؟ جاي عشان 2 جنيه حدش راضي يديني حاجه ثانيه. 2 جنيه بس؟ اه. لا لا لا، انت مش هتنفع معاي، روح المكتب صفي حسابك. ليه؟ روح يا عمي اعمل استماره 6 بلا 2 جنيه. روح، ما حدش راضي حد يديني تاني حاجه تاني. ما انت بتقعد ما بتكلمش حد، قلت لكم غلسوا على الناس. انا توكل على الله. كثير عندي. طب توكل على الله، خذها روح بيهم دل. حسابك ومش توكل على الله. يعني دول بس؟ ايوه، وشك ما شوفوش تاني. مش انت اللي جايبهم يا ابوي؟ انا اللي جبتهم. خلاص حاجه تاني حاج. يلا توكل على الله، اقول اكل واشرب فيك انا. تمام يا ابني. 2 جنيه فرحت بيك. السلامة. الله يسلمك يا حج. ايه النهارده فرقت في الايراد؟ اه يا حج، هالايرادها. ايه الايراد ده؟ اه، حبايه طماطم وحبايه خيار وحبايه بركتان. طب انا مش قايل لك يا ابوي اول الورديه الصبح، لو حد اداك خضار ولا فاكهه ما تاخدهاش، قول له فلوس. يا ابوي، ما المنطقه اللي وديتني فيها تعبانه خالص يا حج، ديلك احيانين امر مني. كحيانين ازاي؟ ده بيني وبينهم الا غير الصبر، ويشحتوا زيي. وبعدين فيك يا ابوي، انا اديتك فرصه واثنين وثلاثه. امبارح جايب لي يا اخي فايش وقرقوش، والنهارده جايب لي خضار. انا مالي بالخضار، انا عايز فلوس. انا علي بنزين عربيه، وعلي ايجارات، وعلي السوبر ماركت اللي بتجروا منه وتاكلوا منه ده. ايه اعمل بيها؟ اروح لبتاع السوبر ماركت اديه خياط خضار انا؟ انا بقول لواحد يا حج، بقول له الله يحن عليك اديني حتى طبق بيتزا. قال لي انت وشك وش ياكل بيتزا؟ شحات وتاكل بيتزا؟ وكان حيضربني. خلاص بس هنفكر لك، احنا هنركب لك اسنان وحته نظاره برضو، وهنجيب لك نو فرم تاني، وهن ان شاء الله هنمسكك فندق ايزيس. ايوه يا حاج. ايوه يلا توكل على الله. ماشي يا حاج. تعالي بكره. حجيك يا حاج. احجز لك عند دكتور الاسنان. تمام يا حاج. اعمل لك تقويم انا ونشوف اخرتك برضو. تمام. انا عايز امشيك بس لون العيش والمال. طماطم؟ ايه ده يا ابوي ده؟ طماطم يا اخو. يا حاج. يا حجي. يا حجوي. ايوه. ايه اخبارك؟ ايه نوبه. تمام. فرجت النهارده؟ فرجت قدام المنطر. اه، كلها دولارات. وري وري. ايه ده؟
ايوه انت الصفقه الرابحه 225 دينار. اه دولار؟ دولار. ما شاء الله ما شاء الله. تمام. انت اللي بتعوض لي كل الخسائر. انا ما اقدرش اقصر. كل اللي بجيبه بديهولك. معكش حاجه ثانيه كذا ولا كذا؟ هي فاضيه. وري سيارتك الثانيه اللي فيها بتاعت الفيزا المكنه بس. ها؟ مكنه الفيزا بس. وري. يا ابوي ما فيهاش. مولي ده؟ ده اللي عده اللي قال لي ليك انت. ايه لك انت؟ هي الشحاته فيها تبس. ايه لك انت ده؟ هو قال لي علشانك ده. ما تسرقني. انا مش بسرقك، هو قال لي علشانك. ده بتاعك يا عمي. اها لكن ده الراجل قال لي ده علشانك. وانت الاجنبي فهمته وقالها لك ازاي بالانجليزي؟ يقول لي كده. مش عارف، هو واحد قال كان قاعد وترجمها قال لي ده بيقول عشانك. وري كده وري. والفيزا عليها حاجه؟ ما عليهاش حاجه. ما عليهاش. انا الفيزا دخلت في حسابي كده. بتسرقني على نوبي؟ طب عايز اجيب لي علبه مرت يا عمي. بتسرقني؟ هتاكل حرام. هجيب لي بيع علبه سجاير مرت. ها؟ مش هاكل حرام. انا بقصر معاك. بقصر معاك. انت يوم ما جيتني، يوم ما لقيتك انا متلقح وقلت لك تعال تسول معاي، ما كنت تشرب معسل الوقت تشرب مرت؟ نفسي فيها معاك. انت تاخد بكره مو بكره عبد ناصر توديه ورديت تونتر بلس وانت تروح السوق. مش هروح السوق انا. ها؟ مش هروح السوق. لا تروح السوق. لا لا خلاص. بيتعبوني يا عمي. امانه امانه خليني مكاني. طب خلي يا اخي عندك امانه يا اخي. هتاكل حرام. حقك علي. مش تاكل حرام. مش عمك تخونه. مش هخلي حاجه ثانيه لجيبي. معليش يا عمي حقك علي. خذ يلا عشان ما تقولوش بس الراجل ظالم. يلا توكل على الله. دولار واحد يا عمي؟ ايوه. وتجيني الساعه 8 عشان تروح الصرافه عشان في دولارات بدلها لي واسترليني. ماشي يا عم. خلاص سلامه حق دول. يلا سلامه.